أهلا سيداتي سادتي، أنتوا جاهزين للعرض؟ تسقيف عالي. طيب أنا قدها. أو لا مش ده، كل حاجة وقعت. بوم، عرض سيء جدا. ده لسه التسخين، وأهي نجمتنا. أنت هنا أخيرا. ودلوقتي هعرض لكم هروب مذهل. سمعت عن هوديني؟ هو علمني الحركة دي، روم تريك. شكرا قوي، أنتوا جمهور رائع. واو هايل. ايه انا كمان عايزه اعمل كده. هاي انت بعدي عن طريقي، انت بتعملي ايه؟ انا كمان اعرف اعمل كده. انت فاكره نفسك مين؟ بصوا على المبتدئه دي، مش عارفه اتنفس، ساعدوني. ده اللي تستاهليه. فاشله. واو دي جينيفر. حظي سعيد. حبيبتي جيتي هنا ليه؟ ليه مش بتساعدوها؟ يلا بسرعه لازم نخرجك من هنا. اصبري هي مش كويسه. اوه انا فين؟ ما تقلقيش انتي في امان. شكرا. مفيش مشكله. اوبس في حاجه غلط فيا. كروم تريك احسن بكتير دلوقتي. شكرا. بصي على نفسك جميله قوي. كروم تريك. طيب احنا خلصنا بشرتك. ما اعتقدش اني اقدر اكون نجمه. اوه اتمنى اكون رائعه كده. اوه حبيبتي هي متضايقه قوي، لازم اساعدها. حبيبتي ما تزعليش، انا متاكده ان انت هتكوني نجمه حقيقيه. يمكن شويه كاندي تفرحك. ما اعتقدش. ما تزعليش، كل الناس بتحب الكاندي. بصي الوزاز ازاي، جربي كده واحده بس. شكرا. مش بتساعد. اوه مش ده بس. معاكي ايه؟ ايه رايك في عروسه بحر باربي؟ واو طول عمري بحلم بيها. أوه. افتحيها اسرع. فيو هنكون اصحاب مقربين. اه دي جميله قوي، رائع. اللي بعده الميك اب. يلا نعمل الميك اب بتاعك. ممكن نبدا بالاي شادو، بس ما تتحركيش. شكله جميل قوي. ودلوقتي ملمع الشفايف. اعملي كده يا حبيبتي، أنا حاسة بثقة أكتر. ده اللي لازم يحصل، إحنا قربنا أكتر للهدف. الميك اب جاهز. حبيبتي تحبي تعومي؟ ها البنت حققت تقدم. أنا حبيته. هي عندها فرصة ترجع السيرك. أنا هخلي عيني عليكي. فين؟ أنا رجعت. إيه؟ هي تاني؟ مستحيل، مش هسمح لها تاخد مكاني. وكين بيتفرج على ايه؟ مش هتمسكيني. كفاية. اوه انا عندي فكرة، جربي دي. ها مسكتك. بيتي حبيبتي انتي فين؟ اوه لا ايه اللي حصل لها؟ ها أنا فين؟ ممكن يا شباب تساعدوني؟ أعملوا لايك للفيديو عشان أعرف أطلع من هنا بسرعة، مش عاجبني المكان هنا خالص. حبيبتي المسكينة أنتي فين؟ ما تعيطيش، بس بنتنا الصغيرة. اهدي أنا هلاقيها. بجد؟ أوه واضح إني لقيت أثرها. وأنتي جهزي كل حاجة. طيب يا أكتو أنا واثقة فيك. لازم نستعد لرجوع البيبي. هايل تروم تريك. طب النجمة المستقبلية جاهز. ودلوقتي نقدر نسقي الورد. اشربوا يا أطفالي. أها ها هو أنا لسه بقطع؟ أوه ده ممكن يتحول لحاجة رائعة، بس إيه؟ هو الورد راح فين؟ أوبس. شيليه من عليا، ساعدوني أي حد. مين رجع؟ أنا سعيدة أوي إني شفتك تاني، خليني أساعدك. هاي بيتي. يا شقية صغيرة تعاليلي، أنا سعيدة برجوعي. شكرا على اللايكس يا شباب، ما كنتش هخرج من هنا من غيركم، بحبكم. انتي بتكلمي مين؟ مفيش حد هنا. اوكي أنا جهزتلك حاجة. بصي على التوب ده، عايزة تجربيه؟ واو شكرا يا بيتي، ده على قدي. تروم تريك التوب جاهز. دلوقتي التاج، اعتقد ان احنا نقدر نعمله. ادهولي
أنا هعمل بسرعتك أميرة أعمق البحر عشانك. يلا نلزق قاعدة. هيا ونلزق الطحالب عليه بالتساوي. ده ملزق قوي. واو، يلا نلون زي ألوان فمي بالظبط. اديني مقص. اتفضلي، دلوقتي هنقطع الشريط. شكرا. ونزين التاج. شوية خرز. جميل مش كده؟ دلوقتي يلا نجمعه مع بعض. تروم تريك. واو جميل قوي. شكرا. أنا كمان عجبني. لكن دلوقتي لازم نتوجك. أنا جاهزة. ده رائع. أنا هنا بعلنك ملكة السيرك. تروم تروم تريك. مبروك، التتويج كان ناجح. هاي أنا سعيدة قوي. انت اهو، أنا لقيتك بالعافية. أوه أكتو، إحنا ما شطبناش عليه. التاج جاهز. من الأفضل تخلي بالك أكتر، بس أنت عملتيها. مستحيل، هي فعلا بقت جاهزة بنسبة 60% باللوك بتاعها. إزاي قدرت تعمل كده؟ هو أنا لازم أتدخل؟ أنا مش عارفة أعمل إيه. أوه لعب البولينج، يمكن دول يساعدوا. أوتش، ده بيوجع. أوه أنا هتعامل مع البنت دي، مش هسمح لها تاخد مكاني. وهي فين؟ ممكن تقعدي تشربي كوباية شاي؟ فين البنت؟ اتفضلي خدي راحتك، اتفضلي. طيب أنا هقعد. أوه اعتبري نفسك في بيتك. أوه إيه الأخلاق دي؟ لكن أنا هكون مهذبة. هاي خدي بالك لا توقعي. أوبس حرقتي نفسك؟ هرجع تاني على طول. إيه؟ مش معقول، بس ما تزهقيش، هرجع بسرعة. هاي وأهي قايمة. هاي ما توقفش في طريقي. أنا مش هسمح لك تعملي كده. يبقى أنت هتندم. تروم تريك. إيه؟ إزاي ده حصل؟ مش مهم، أنا رجعت. إيه اللي حصل هنا؟ بسرعة يا سرقة القايمة. بجد؟ أنا مش شايفة أي فرق. أوه ده غريب، بس مضحك. أنا شايفة إنها كويسة. على أي حال هنعملها تسريحة شعر جديدة. هنضيف شوية لزق. دلوقتي هفرده بالفرشة على الراس. إيه اللي هيكون أفضل ليها؟ يلا نبدأ بالبنفسجي. شكله رائع، حبيته. يوهو فاتح قوي. تروم تروم تريك. يلا نجرب تاني. بما انها فرد من عرض السيرك، ايه رأيك في البالونات؟ دي فكرة مبتكرة وكمان بزيادة. تروم تريك، لازم نلاقي حل وسط. طيب لو جربنا الخيط؟ تروم تريك، جميل جدا. اتمنى البيبي يعجبها. اي اختيار عجبكوا انتوا اكتر؟ انا عجبني ده. تعالي يا حبيبتي. واو جميل جدا. يبقى تروم تريك. اوه ده هايل، عملتيها. شعري لايق عليكي جدا. باتي، مش ممكن نضيف قشور؟ سؤال كويس. اوه عندي فكره، ممكن تقوليلي؟ يلا. واو ده بالظبط اللي محتاجينه. ودلوقتي خدعتي المميزة، كله جاهز؟ بحبكم كلكم. اوه شكرا، لطيف قوي. ده ما كانش ضروري. شكرا شكرا، انا جاهزة. تركيز كامل. انا هعملها وعيني مغمضة. اوه يا ربي، موهوبة جدا. لحظة واحدة، مش دي القايمة بتاعتنا احنا؟ ازاي وصلت هنا؟ طيب لو ما عندكيش مانع، انا محتاجاها حرفيا دقيقة. اوه خلاص، يلا نعمل قشور للبيبي. ودلوقتي نطة. تروم تريك. راسي. حبيبتي رجعت القايمة تاني ولقيت الشبكة. احسن بكتير. دلوقتي يلا نعمل القشور. اقفلي عينيكي، هعملها بسرعة جدا. واو بيتي، انتي الافضل. انا عروسة بحر حقيقية دلوقتي. رائع جدا، زي بالظبط. وانتي رايحة فين؟ طيب يلا نلعب. شكلي اتأخرت. جينيفر انتي كويسة؟
المسكينة، أنت تعورتي؟ ها؟ مين؟ قومي بسرعة، إيه اللي حصل؟ بيتي؟ أنت اللي عملتي كده؟ أسفة، هرجعه تاني. إيه؟ أنت بوظتي عرضي. إحنا لازم نتكلم بجدية، نسبة المشاهدة قلت. إيه المشكلة؟ عشان كده أنت مرفوضة. امشي من هنا. لا، ما تقدرش تعمل كده. لكن أنا عندي نجمة جديدة مستقبلية. أوه، مش وحش. شكلنا نسينا حاجة. أوه لا، لسه ما عملناش الديل. تروم تريك ده اللي محتاجينه. يلا نضيف قطعة قماش وسمكة. فين العصاية؟ أوبس. أنا ساحر. تروم تروم تريك. إيه؟ بلاش ده. ساعدوني. مش دلوقتي. أختو كفاية لعب بقى. تروم تريك. أتمنى يكون نفع. ده رائع. هاي بامني، تعالي هنا. واو، هو ده الديل ليا؟ شكرا يا باتي. ده هي. يلا نشطبه. وكمان الشوكة. رائع، حبيته جدا. انت الافضل يا باتي، ده اعلى تقدير. اوه، ايه ده؟ غريبة. يلا نفتحها. واو، ايه ده؟ واضح انها خريطة في مكان الشوكة مستخبية فيه. يلا ناخدها، ما تستعجليش. هي بتاعت مشاكل. فين البنت دي؟ انا لقيتك. احتياطي بس، هتأكد. ايوه، دي اكيد هي. ليه؟ اوه لا، انا غلطت. اسفة، انا ما جيتش هنا. ساعدوني. هاي بيبي، تعالي ورايا. ايه؟ ايه الشيء الرهيب ده؟ مين عمل كده؟ انا مش هسيب ده يعدي. تروم تريك، المحققة بيتي قبلت التحدي. انا هحل القضية دي. مين قتل بومني؟ كين وراجثا. وراجثا. اوكي، لازم نحوط مسرح الجريمة بالشريط. تروم تريك. واو، دي بتخوفني. اوكي، بعد كده أول دليل هو جسم الرجثة. بحرص. جاهزين؟ خلصنا. يا ترى شفتوا ده؟ ده مريب. انت اللي بعدها. ده يخص مين؟ دلوقتي ده هو المثير. الفرو ده يخص مين؟ هيتحط مع الأدلة. تعرفوا ده يخص مين؟ راجثا، احتمال يكون منك انتي. انا براقبك. انا رجعت. كنت عارفة. لا، انا لسه راجعة من الأجازة. خليني ابص عليها كده. دي مزيفة؟ طبعا لا، انا مش مصدقاكي. طيب جاكس، جه وقت سؤالك شويه اسئله. وشنطه السفر هتيجي معانا. في مكانك، انا براقبك. وما تحاوليش تهربي. ايه اللي بيحصل هنا؟ ممكن حد يفهمني؟ انا اللي بسال هنا، اعملي حاجه. طبعا. كلب. مش ده اللي كنت محتاجاه. طيب دلوقتي امسكي دي. جزرة. بصي، ما فيش حاجة هناك. دي معها سكينة. كنت عارفة. لا، انا كنت بس عايزة اقولها. قولي الكلام ده في المحكمة. دلوقتي انتي الشخصية المشتبه فيها. اوكي، هاتي الجزرة. انت هتعترفي بكل حاجة، هيكون في حوار طويل بينا. ايه الأوضة دي؟ ايه؟ واو. هاي ما تشتتنيش، احنا في التحقيق، فاكرة؟ نور قوي جدا.
مش هتضحكي علي، جاوبي، قتلتي بومني ليه؟ كان ايه الدفع بتاعك؟ ممكن من فضلك تبعدي النور ده عني؟ اوه لا، ايه؟ ايه السر بتاعك؟ اعترفي، لفي وراكي. فاكره اني هقع في المقلب ده؟ في ايه؟ لفي وراكي. عايزه تضحكي عليا؟ مفيش حد هنا. جاي شنطتك، ممكن تعرفني معلومات اكتر؟ ايه اللي هنا؟ سلاح؟ كنت عارفه، انا هضطر افتحها. ودي جريمه ضد الموضه. ده كابوس. ايه ده؟ عاجبك وسيم؟ ها، كنت اتمنى ما اشوفش ده. يلا نكمل. اها، انا كشفتك، هو ده سلاح الجريمه. انت بتقولي ايه؟ دي مقشره خضار. بصي دلوقتي ممكن تاكليها. يظهر كده ان احنا وصلنا لطريق مسدود. استني ثانيه، الجزره دي لذيذه قوي. دي عين راجثه. بصي هي قطعه تانيه كدليل. القضيه اتعقدت اكتر. اوكي جاكس، جايز كنت غلطانه، واضح انه مش انتي. لازم اعرف معلومات اكتر عن راجثه. خلاص كده ممكن تمشي، انتي حره. بسرعه. يو، دلوقتي لازم اتكلم مع راجثه. متعبه قوي، فظيعه جدا، الشرطيه دي مجنونه. اتمنى ما تكونش سامعاني. لا، ايه ده؟ انا مش شايفه اي حاجه. هي فين؟ مسكتك. دلوقتي هتقولي لي كل حاجه. ارجوك يا حضره الضابط، رجعي لي عيني تاني لو سمحتي، انا هشوف بيها. نظره الفحص دي مهمتك. خطر محتمل. لا، زي ما توقعت بالظبط، ادي سلاح الجريمه. مش سهل تخدعيني. هنتكلم بجد باسم القانون، انت مقبوض عليكي بتهمه الاكل. هي دي كلبشات. اوبس. ايه بتحاولي تهربي؟ اسفه لكن لا. هي انا فين؟ انت في اوضه التحقيق، واحسن لك تتعاوني معايا، احنا لاقينا عينيكي. هي فين؟ لو سمحتي رجعيها، بطلي تلمسيني. اعتقد اني لقيتها. شكرا قوي، بدور عليها من مده طويله جدا. هي ازاي بتعمل كده؟ خيطتها مكانها. كده احسن بكتير. هي حضره الضابط، كفايه، انا عايزه اجابات دلوقتي. انا شايفاكي، ممكن اعمل اي حاجه. زي كده. واو، يا ترى عجبتك؟ هي دي علشاني فعلا؟ جميله قوي، شكرا. اسمحي لي احضنك، يلا نبقى اعز صديقتين. اكيد مش انتي. ممكن امشي يا حضره الضابط؟ طبعا، باي باي. دي لطيفه خالص. اصدقاء للابد. هي ايه ده؟ دي جت منين؟ فرشة عملاقة مريبة جدا. بتاعت مين دي بالظبط؟ دي اكيد بتاعت كين، بس انا محتاجة دليل. ايوه، واهو، كنت عارفة اني شفته في مكان قبل كده. دلوقتي مش هيعرف يفلت مني. شكلي عامل ازاي؟ هي لا 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 لا، لا، هو كين بخير؟ في حاجة حصلت؟ أنا لازم أشوفه. هي، أنت عايش؟ اصحى يا كين، في إيه مالك؟ أنت نايم بس، أنت رعبتني. استنى، هو التلفزيون ماله؟ راجوسا. لا بلاش، هو كين، أنا بترجاك اصحى، ده مش أفضل وقت للنوم، إحنا في خطر، ده جاي لنا. كين، جات لي فكرة، المفروض إنها تنفع. مين بيخاف من الزغزغة؟ أخيراً. هاي، ما تعمليش كده تاني. بص، واضح إن إحنا هنواجه مشاكل كبيرة.
أهم حاجة ما تعمليش أي حركات مفاجأة. أنا جات لي فكرة، المفروض ده يبطئه. أوه. أنا هتصرف معاه. أوه لا، ده ما فيهوش شحن. يا شباب اعملوا لايك للفيديو ده علشان تشحنوا البطارية. احنا محتاجين مساعدتكم فعلا. بسرعة، هايل جدا. دلوقتي خدي. كانت مهمة سهلة، بص على السجادة دي. ها دلوقتي مبقاش مخيف خالص. اتشو. استني، ده كوفمو اعز اصدقائي. اوبس ده محرج. انت عصبتني راكثة، كنت فاكرة ان احنا اصحاب. اسفة كانت حادثة. خلاص كده نهاية صداقتنا. ايه ده؟ ها؟ كين؟ انا ممكن اشرح لك. ده اللي انا محتاجاه، يلا اتحرك. هاي براحة، انا ما عملتش اي حاجة وحشة. دلوقتي هنكتشف. قولي. اوتش كفاية. بص انا لقيت ايه. هي دي بتاعتك؟ هيكون وحش قوي ليك لو طلعت كده. كنت هوقعها، والا اسنانك الغالية هتتكسر. مش عايز ده يحصل صح؟ لو سمحتي بلاش اسناني. اعترف. حضرة الضابط ورا ظهرك. في ايه؟ واو. اجري. هاي انت مش هتأذيني صح؟ لو سمحت ما تعملش كده. يو ده كان ايه؟ هربت بصعوبة. انت رايحة فين؟ مش هنسمح لك تخرجي. ايه انتوا بتعملوا ايه؟ ما لكمش حق. عندنا مشتبه فيه تاني وهو انت. لكن ده مش انا. لازم تثبتي ده. احنا هنطلع الحقيقة منك. بلاش تعملوا كده. خليني انا اتعامل معاها. انت في مشكلة كبيرة. بص وراكو. مش هتضحكي علينا. مين ده؟ لا. انتوا في مشكلة. هنعمل ايه دلوقتي؟ لو سمحتوا فكوني. بسرعة يلا نهرب. تعالوا ورايا. يو كنت هتمسك. مش هينفع نسيبه يدخل. هايل، دلوقتي مش هيعرف يعدي. هو ده مين؟ احنا لازم نمشي من هنا، انا خايفة. اكيد ده القاتل. ده كابوس. جات لي فكرة. قولها لنا. ايوه، احنا هنواجهه. لازم نستعد، دلوقتي هو في مشكلة. انت بس حاول تدخل هنا. تروم تريك واللعبة انتهت. الكل جاهز؟ يبقى يلا بينا، تعالوا نوري مين المسيطر. ووهو. اسفة. احسن لك تكوني ورايا. كين، كنت فاكر اني خلصت عليه. واضح انها ما كانتش كفايه. هيا يا صديقي بو. ايه ده؟ مجرد هيكل عظمي لابس بدله. غريب قوي. قبضنا عليه. مش هتعرف تهرب. تروم تريك لاسو. هاي انا مسكته. تعال هنا، دلوقتي هنعرف مين مستخبي تحت الماسك. اخيرا. ايه هو ده؟ حصان. غريبة. كفاية هزار. ريدي. لا اعتقد ان احنا في مشكلة. يلا نشيل الراس. هاي فريدي، هو راح فين؟ لا. هو فين؟ انت هتيجي معايا. ده هنا. احنا لازم نهرب. ليه الاوضه اتغيرت كده قوي؟ ده هو تاني. انا لازم استجمع شجاعتي، عمري ما جيت هنا ابدا. زوار شيء مسلي، انا هوريها كرم ضيافتي.
بقى. فريدي؟ من فضلك اهدى. ما سبقت. سيبني بحالي. دفخ. ايه؟ تاني؟ طيب لا. هم 44، انا بكره هم 44. كفاية، مش هتاكليني ولا عارفة هعمل ايه؟ اتفضلي، خدي دي. اها، ده صح. دلوقتي بقيتي ألطف، حبيتها. ايه رأيك؟ حلوة جدا. الحقوني. اوه، دي اختفت. مفيش مشكلة، انا هخليها للتحلية وهجرب معها سلاح جديد. لازم ابص على الطفلة. هاي، انتي لسه هنا؟ غريبة. ده سخيف قوي. يلا نطير. تروم تريك. واو، ايه اللي بيحصل؟ مش قادرة امسكها. هي الهامر مالها. اوتش. دوري. يا شباب، ساعدوني في رفع الهامر دي. اوكي، وقفي. هي دي حركتك؟ ده معاد دفع الفواتير. كم لايك تاني وهرفعها. كفاية. اوبس، لازم امشي، بس مش بالشكل ده. كده احسن. يلا نروح ندور على اصدقائك. لقيته. انت مستمتعة. اوكي، هنلعب كمان شوية. ده كابوس، هو بيحول كل اللعب. ثانية واحدة، انا عارف ازاي هشغله. الدببة بيحبوا العسل، لكنهم اكيد ما بيعرفوش يفتحوه، خصوصا مع كمية من الصمغ. كفاية. اوكي، المفروض ان ده يأخره. امسك دي. ايه ده؟ هدية؟ انا بحب العسل. واو، ده قوي جدا. هاي، افتح. دي فرصتي، اتمنى ما يشوفونيش. فامي، تعالي معايا. ما تخافيش يا بيبي، انا هنقذك. اوه فعلا، دي هتحتاجك. استني، في حد بعت لي رساله. لفي وراكي. ده وقت التعامل معاكي، خدي بالك. فامي، انت فين؟ مفيش حد هنا. واو، عسل، انا استحقه. لذيذ. شويه كمان صغيرين. لا، مسكينه بامني. فريدي مش راضي يسيبها بحالها. بام بام. ايه، انت مين؟ كيسي. مين عمل فيكي كده؟ حبيبتي، انا مش هسامحه. انت اللي عملتي كده. انا كنت بدور على اصحابي، ده فريدي. انا اكتفيت من ده، دلوقتي انت الحارسه. انا زهقت من ده. هحتاج ده في ايه؟ المبتدئين دول، خليني اوريكي. دي سخنه قوي، ممكن بس تشرح لي؟ كان ممكن اتحرق. انا ما عنديش وقت لده، يا مؤذي. هما راحوا فين؟ طيب طيب طيب، انا خلاص زهقت من مطاردتهم. هي مشكلتها ايه؟ دي مش انيماترونيك. بو. اقفل الابواب بسرعة، دي جاية. انا في مشكلة. ايه؟ بس ازاي؟ ايه؟ اسحب الصباع. دي غريبة، لكن اوكي. ضحكت عليك. لو سمحتي بلاش تعملي كده، سيبيني في حالي. انا مش هطردك. دي مجنونة. عملتها بصعوبة. تلفزيون. هاي، دلوقتي ممكن نرتاح. انا استحق ده. دروم تريك، انا بحبهم. عندنا ايه تاني هنا؟ اغلفة جديدة. ايه ممكن يكون احسن منها؟ ده باظ ولا مفهوش قنوات. هو في حد هنا؟ هاي، انت بتعملي ايه هنا؟ انت كويسة؟
ده كابوس، شكله كده حلم وحش. أنا جايلك. رأى أنا اكتفيت منكم. مش عايز تلعب استغمية؟ التحدي اتقبل. نمشي. أوتش، طريق غلط، المكان ده بدأ يكون مش أمان، زي ما يكون الكل اتجننوا. أتمنى ما يكونش في حد هنا، واضح كده إني لوحدي. هاي فريدي، إحنا جينا عشانك. مش قادرة أصدق، اتنين، مفيش مكان أهرب له، أنا هدافع عن نفسي. هو جابها منين؟ ما تخافيش، أونو ريفيرس. إيه؟ بس بلاش ده. راسي. فاشل. دلوقتي ده دورنا احنا علشان نستمتع. ايوه، لازم نرجع الطفل للحياه تاني. تفتكري ان الحيله دي هتنفع؟ روم تريك، ممكن كمان مره؟ يلا اوكي. واضح ان في حاجه غلط. تعرفي تضربي؟ ايوه كده. لا لا لا، راكف استني. بصي، احنا لازم نستخدم اشعه الليزر. احنا دلوقتي هنصلح كل حاجه. بس كده انا جاهزه، وانتي جاهزه. ترون تريك. بيبي انتي كويسه؟ احنا مبسوطين قوي انك رجعتي. هو فريدي مشكلته ايه؟ ده هو تاني. انتوا بتبصوا لي كده ليه؟ هاي سلام. ممكن ناخد كندي تاني؟ مامي انتي وحشتيني قوي قوي قوي. ايه؟ امشوا، بطلوا تطردوني. امسك دي. ايه ده؟ هات الكندي. وانا معيش اي كندي. طيب وقتك جه. بس بلاش هي، انا ماشي، انا خلاص مش هزعجكم تاني. انت بتعمل ايه؟ مش عايز خدعة؟ تعال عندي. دي مخيفة قوي. سخنة جدا. مفيش مكان تهرب له. ابعدي عن طريقي، ده مقفول، مستحيل، سيبوني امشي. ايه ده؟ كوفمون؟ لا. احنا مش لازم نقلق منه تاني. عندك حق، انا هتصرف معاه. هو راح فين؟ واضح كده ان المكان فاضي، لازم نشغل الانذار. بام بام. واو، انت مين؟ انت اللي مين؟ بنت جديدة، أنا مش فاكرة، لكننا بندور على موظفين جداد. إيه؟ أنت حارسة صح؟ اتفضلي برنتك، لو سمحتي ابدأي شغل، ده مكان شغلك، أوعي تسيبيه لحد الصبح. يعني أنا دلوقتي ممكن أرسم؟ يلا نراجع الكاميرات. هاي، إحنا الاتنين عندنا حاجة نعملها. جميل جدا. هاي كفاية، دول وحوش، مش هيكونوا عيلتك. هنشوف. شيلي الموضوع ده من دماغك، واضح؟ أو لا، هما جم خلاص، يلا قفلي الأبواب أسرع. كنا هنتمسك، أنا بكرههم. افتح. مش هيعدوا. هي إيه ده؟ أنتِ هتيجي معايا. حد يساعدني. جابي. هو مشي. أو لا، هي هتيجي معانا. يوه، على الأقل مش أنا. هياخدوها فين؟ هما بيخططوا لإيه؟ ممكن نتكلم؟ طيب؟ مش ممكن نسيبها تهرب. من فضلك لأ. هيكون سريع. خلصي. إيه ده؟ جميل قوي، إديها لي. اللغز اتحل. فريدي، يلا نخليها. بجد؟ أعتقد إن فريدي مش عاجباه الفكرة. أهلا بيكي في العيلة يا بيبي. كنت فاكرة إن انتوا هتعملوا حاجة فظيعة. لا، إحنا هنحبك. واو، يعني انتوا مش بتهزروا؟ انتي مبسوطة؟ واو، ده حلمي. لازم نحتفل بده. شيكة مبدعة جدا. هنخليكي فريدي جديد. ده كل اللي انتي محتاجاه. جاهزة؟ ايه الليلة دي؟ مش هقدر اصمت بس بالقهوة، لازم اشوف كل الكاميرات. كله تمام؟
مش عارف افتح عيني. لا، انا شكلي زي الزومبي، مش ممكن امشي بالهالات السودة دي. واضح ان مفيش حد هنا. انا هبدأ عملية سرية لتحسين مظهري. العميل ارنب جاهز. كويس ان مفيش حد حواليا. اول حاجة لازم احط الفاونديشن. هايل، مش هتشوفنا تاني. كل ده قهوة، شفايفي جافة جدا. هحط زبدة كاكاو. ممكن اجرب البودرة الجديدة؟ لا اعتقد اني كويس. هو ده فعلا الارنب فاني؟ ما توقعتش اشوفه هنا. شوية ليب جلوس. شكرا. اي حاجة تانية؟ لطيف جدا. انت مش باني. انت لسه ما خلصتش. صح. فريدي، مش هتحتاج ده تاني. شنطة الميك اب بتاعتي، هي رجعها. هاي بيبي، انا جبتلك حاجة. واو، دي مجموعة جابي. دلوقتي بقت بتاعتك، تجربيها؟ انا عايزة ابدأ جدا. اقفلي عينيكي، انا هتأكد ان شكلك يكون رائع بالميك اب الجديد. يلا نضيف شوية اي لاينر، بقى شكله جميل فعلا. رائع. انا لسه ما خلصتش. دلوقتي الانف، هايل. شوية تفاصيل تانية وهتكوني نسخة صغيرة مني، خليكي صبورة. خلاص كده، بصي عليكي. جميل جدا، انت عجبك الميك اب؟ انا حبيته قوي. وانا كمان يا بيبي. النقطة الاولى كملت. انا مش هسيب الموضوع كده. الانيماترونكس الغبية، انتوا ما تعرفوش بتتعاملوا مع مين. خلينا امسكك يا فريدي، انت هتودع راسك. خلاص كده، دلوقتي بقيت متحمس جدا. انا محتاجة اهدى شوية، مش فاضل كتير على نهاية الشفت. اخيرا خلصت من اليونيفورم، انا عايز راحة. ايه ممكن يكون افضل من القهوة الفريش؟ ودلوقتي يلا نلعب. ده هو تاني، من الافضل اقفله. جاتلي فكرة، لو عندي ترسانة كاملة يبقى فريدي مش هيخوفني. هيكون كويس قوي لو كان شجرة، لازم حاجة اقوى. ايوة، لقيت اللي كنت بدور عليه. اطلب الرحمة يا فريدي. أنا جاي لك. خلاص. هاي اصحى يا شباب، ازاي اصحي فريدي؟ فريدي نايم بعمق وتقريبا مش سامعني. هاي فريدي. طيب لو انا مش شايفة حاجة. انا فين؟ انا جيت. جيم اوفر يا فريدي. ايه ده؟ دلوقتي مش هتقدر تهرب. دورك جاي. روم تريك. انا فين؟ يا شباب ساعدوني اخرج من هنا. اعملوا لايكس عشان تشيلوا الحاجز ده. واو، نفع. فيو، انا لازم اهرب من هنا. هو الشحن خلص؟ توقيت سيء جدا. يلا محاولة تانية، اعملوا لايك للفيديو. انت اتأخرت يا صاحبي. اعمل ايه بعد كده؟ ممكن الاقي البورنيتا؟ شيكا، هي فين؟ معايا، تقدري تاخديها. شيليها من عليا، كبيرة قوي. اعتقد انك لازم تكبري عشانها. استني، انا عارفة اعمل ايه. تروم تريك، انت ليه هنا؟ فين القاع؟ في مخزن كامل. اوكي، اخر محاولة. انا اتزنقت، ساعدوني، البورنيطة بتشدني. واو، ايه اللي حصل؟ سيبني، ده بيوجع. في حاجة تقيلة. ليه؟ ليه انا؟
أنا مسكته. بس إزاي؟ آه سيبيني أمشي. أوتش، ده بيوجع. فيو، أنا هربت بالعافية. لازم أخد بالي، مش ممكن تعرف هتشوف مين المرة الجاية. إيه الأخبار؟ أنتي لمست البرنيطة بتاعتي؟ بس ما تضربنيش. أوه، كل حاجة في مكانها. أعتقد أن أنتي ممكن تستفيدي من البرنيطة كمان يا بيبي. محتاجين شوية صوف. تروم تريك، المقص اتعمل بس الأسنان حادة. يلا نكمل. دلوقتي هنلف الصوف ونثبته بمسدس الشمع. جاهزين؟ الاسطوانة تقريبا بقت جاهزة، محتاجين بس نلزق التفاصيل. روم تريك، ايه رأيك يا بيبي؟ جربيها. شكرا. العفو. ايه رأيكم؟ انا بقى شكلي زي فريدي؟ البرنيطة دي مثالية؟ نقدر نشربها من الليست؟ لا 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 لا، ها عندي اجمل يونيفورم. اوه ايوه، دلوقتي كل الناس هيعرفوا اني بطل، افضل حارس امن في السنة. هاي، ممكن استلفها؟ آه، ابعد عني. طيب بس خلينا امشي. بتعمل ايه؟ اتفضل، مفيش داعي كل الحركات دي. شكرا على الآلة. فريدي دمر لي اليونيفورم البطل بتاعي. انت هتندم. ده بالظبط اللي كنا محتاجينه. ما كانت خياطة؟ جبتها منين؟ دلوقتي نقدر نبدأ نعمل البدلة. شكرا، كنت هعملها بنفسي. كل المواد موجودة. يلا نخيط البوليستر المبطن والقماش. شكله كويس. أعتقد إن بيبي هتحبه. هي عايزة تجربيه؟ أنا عملت حاجة عشانك. شكله رائع. ده مثالي. اقعدي، أنا وإنتي فولة واتقسمت نصين. حبتها. محتاجين بس الجوانتي دلوقتي. نجيبه منين؟ أوه، مادة كويسة. فريدي نايم على أي حال. روم؟ بتعمل إيه؟ امشي من هنا. بس كنت عايزة ساعتي الصغيرة. إزاي هعمل الجوانتي؟ مش باستخدام رجلي أكيد. ما تتعصبش. هي، ده ممكن ينفع. إيه؟ أنت بتتكلم عن ميداليتي؟ بالظبط، لازم اخلي بالي. نقدر نبدا في عمليه التحول. اديهالي دي، المفروض تنفع. تروم تروم تريك، رائع، طلع احسن من توقعاتي. جاهز. ياي، خديها. انت كريم قوي. شكرا. بس مش ده. شيكا، انت عملتي ايه؟ انا هصلح كل حاجه، خليكي صبوره. يلا. انت كويسه دلوقتي؟ جسمي. شكرا. يو، بتعملي ايه؟ احنا محتاجينك، عملنا لك الجوانتي. واو، دلوقتي بقى عندي مخالب. هيكون مثال رأسه الروبوت. هي بتسمع ايه؟ هي شيكا، انا كمان عايز اسمع. ممكن لا يا فريدي؟ عندك سماعات أكبر. ده مش هينفع، أنا لازم أشيل راسي. وبالمناسبة الودان، بيبي ممكن تحتاج اتنين. يلا نشيل كل حاجة ملهاش لازمة. هنقطع شكل مشروم من الكرتون. دلوقتي هنلفهم بقماش. تمام. تروم تريك، خيطنا الودان. هنقطع ودن أصغر من قماش غامق عشان نعمل فوليو. هنستخدم شوية لزق ونقدر نجمع الأجزاء. هايل، دلوقتي نقدر نحط كل حاجة على طوق الشعر. روم تريك، جميل. طيب والسماعات بتاعتي؟ أنا هسمع ازاي موسيقى دلوقتي؟ رائع صح؟ بيبي لازم تجربيها. واو، أنا دب حقيقي. دلوقتي هوري الحارس، الكل هيخاف مني زي فريدي. هاي فاي. وقت الانتقام يا جابرييل. استني، أوتش، ما تعمليش حاجة غبية. فاكر مين المسيطر هنا؟
أنا مش محتاج مساعدتك، أنت مش أفضل حارس خلاص. أنا هاخد لقبك، واضح؟ امشي من هنا. أوكي. الحراس ما بيشغلوش أي حد، بس أنا فعلاً محتاج شريك جديد، والشاب ده ليه سجل عظيم. وقت استدعاء التعزيزات. ألو مايكل، أنا محتاجك. هاي أدخل يا مبتدئ. هاي، أنا جاهز للخدمة. سلوك رائع. هاي، إيه الصوت ده؟ هاي، إيه مشكلة الكاميرا؟ بيكابو. أنت كمان شفت ده؟ مخيف جداً، إحنا محتاجين نتأكد. أوه، ده فظيع. اقفل الإيرلوك. الحمد لله. هاي، دلوقتي دورك عشان تتأكد من كل حاجة. مش هروح، يلا بسرعة. مستحيل، إيه اللي ممكن يحصلك؟ أوكي، أنا مش جبان. أنا مش شايف. أتمنى تكون كل حاجة تمام، الموضوع مش مخيف. ساعدوني. استنى، هخرجك، ما تستسلمش. شكرا يا شريكي. اقفله. مش ممكن، كان هيجرح رجلي، لكن انت جيت في الوقت المناسب. اراه ان الموضوع مؤلم، خليني اعالج الجرح كده افضل. ايوه شويه، هتحتاج ده. انت ساعدتني فعلا. بص الساعه كام، احنا نجحنا في الليله الاولى. ووهو، هاي يلا نحط عليه علامه في النتيجه. فوالا، تمام. الليلة التانية. ريدي، عندنا هدف جديد. خلينا نشوف الشباب دول هيستحملوا قد ايه. مفيش حد نجح طول الليالي الخمسة، ما افتكرش ان هما مختلفين. هنضيفهم لمجموعتنا. خليك جد، انا مستعد فعلا. شكله لذيذ. ابعد، ده مش بتاعك. عايز تعمل مشكلة؟ انت ليه متوترة كده؟ ما تضايقنيش. اوتش، راسي. هتندمي على ده يا تشيكا. يظهر انك نسيتي مين انا. ارحمني يا فادي. عندنا حاجات اهم نعملها. مين الراجل ده؟ مفيش عندهم اي فكره عن وجودنا هنا. خلي بالك، هو ده المكان اهو. هتصل بيك تاني. ايه الدوشه دي؟ مايكل، ده انت؟ مين هنا؟ كف عيني. خليك هادي وقلها هيلاحظونا، دي هتساعدك، جربها. دي مش نافعة خالص. كفاية كده، يلا نخرج من هنا. هاي، ابعد. واو، نظارة رائعة، أنا قاطع طريق حقيقي. كله تمام، وهنا كمان. دلوقتي قاع. لا، إيه ده؟ مايكل تعالى هنا. فريدي مش هيسيبنا لوحدنا النهارده. جابي بص، ده بيكسر كل الكاميرات. ده شرير، هنعمل ايه دلوقتي؟ لازم نستعد للليله دي. عندي فكره، هنحط الكاميرات الاحتياطيه. ما تبصليش بالطريقه دي، عندي مشكله في رجلي وقلبي بيوجعني. انت جبان. اوكي، هتصرف انا. ده مؤلم. كفايه تمثيل يا كداب. نفعت. ايوه، ده شريك احلامي. في ايه هنا؟ لازم اطلع لفوق، مش هوصل له مهما نطيت. شكرا، دلوقتي اعملها بسرعة. هو جابي كان خايف كده ليه؟ خلاص، انت شايفني؟ جابي هاي. اغنية رائعة، ده كان اسهل مما كنت فاكر. ايه؟ فريدي، انت هنا؟ سيبني، ايه اللي بيحصل؟ مايكل، اخرج من هناك بسرعة، هو قريب جدا. سيبني، مش سامعني؟ مايكل اهرب، مش قادر اشوف المنظر ده، مفيش حاجة هتنفع. الصبح، توقيت هايل. خلاص، دي مش وديتي. فيو، وعدى اليوم التاني، مش فاضل كتير. هاي، عايز ايه مني؟ انت مستعدة يا تشيكا؟ يلا نبدا، عندنا كم شنطة هنا. دي كل الشنط اللي عندنا، عشان كده دايما بدور عليهم. اوكي، خلاص كده. هاي، سيبني امشي. محدش هيسمعك مهما حاولت. انت عارف اللي حصل للحراس اللي قبلكم، ها؟ وهيحصل لكم نفس الشيء.
عندك كلمة أخيرة؟